مرحبا. أعلن الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية بروسيا أن وضع حيوان الفض ببحر بتشورا أصبح مثير للقلق. ووفقا لتقرير الصندوق العالمي، بتعيش بهالمنطقة مجموعة تسمى المجموعة الجنوبية لحيوان الفض، ويمكن سنويا مشاهدة المئات من هالحيوانات على جزيرة فيغاتش، وغالبا بيوصل عددها لأكثر من 1000. ترتاح حيوانات الفض صيفا وبالخريف على شواطئ معتدلة الانحدار، وبالشتاء بتنتقل للجليد يلي بيغطي سطح المي، وبالربيع بتولد صغارة. ولكن من سنة 2012 لليوم والعلماء عم تراقب وضع حيوان الفض، ولاحظوا أولى العلامات المثيرة للقلق السنة الماضية. فهالسنة كمان ما طلعت حيوانات الفض للشواطئ، واللي شافوها كانت نحيفة ومرهقة وأنياب بعضها مكسرة، وببعض الجزر ما رصدت الأقمار الصناعية أعدادها الاعتيادية لهالسنة. نرجع لأخبار طقسنا، فبعد الأجواء الحارة مكملة وعم يبقى جونا صيفي حار وصحو بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم يبقى سديمي حار جدا بالمناطق الشرقية والبادية، ودرجات الحرارة بعدها أعلى من معدلاتها بحوالي 6-8 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. رياحها مكون متقلبة لجنوبية شرقية معتدلة لخفيفة سرعة، عم توصل 8 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 40-70%. أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 28 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 22-41 درجة. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية، رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم توصل ل 39، وبدلع درجات الحرارة عم تتراوح بين 25-41 درجة. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم توصل ل 38 درجة، وطقسنا مكفي صح ومشمس. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا عم بيكون صح ومشمس أيضا، ودرجات الحرارة بين 25-42 درجة، وبحما عم توصل ل 43. كيف عم يكون الجو على البحر بطرطوس واللاذقية؟ غائم جزئيا مثل العادة، ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 26-35 درجة، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم توصل ل 36. كيف عم يكون الجو بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب؟ طقسنا عم بيكون بشكل عام صح مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حلب بين 24-43 درجة. ضل أخيرا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. رح نبدأ من مدينة الرقة، جو عم يبقى سديمي شديد الحرارة، ودرجات الحرارة عم توصل ل 43 درجة، و بالحسكة درجات الحرارة عم تتراوح بين 25-44، وجو مكفي سديمي حار. أخيرا درجات الحرارة كمان عم توصل ل 44 درجة، والطقس مكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.